ومواكبة للبؤات الأطلس في مونديال أستراليا ونيوزيلندا، نتابع هذا اللقاء مع لاعبة المنتخب الوطني سناء مسودي. اللقاء أجراه السباح العالمي والمغامر حسن بركة. لنتابع. السلام عليكم ومرحبا بكم اليوم على الحلقة الأولى ديال برنامج لعبوات الأطلس والعالمية مع حسن بركة. معكم حسن بركة، سباح مغربي ومغامر تحدي. ومغامرتنا اليوم هتبدأ من المغرب حتى نمشيو لأستراليا لمساندة لعبوات الأطلس في أول مشاركة ديالهم في كأس العالم أستراليا ونيوزيلندا 2023. في هذا البرنامج غنواكبوا كل صغيرة وكبيرة المونديال النسوي، كواليس تدريبات، أجواء الفرحة والسرور، وكذلك دعم وتشجيع الجالية المغربية المقيمة بالديار أستراليا للعبوات الأطلس. واليوم معنا لعبوة شرسة للأسف ما كانتش معها الحد باش تكون مع الفريق الوطني في هذه التظاهرة العالمية ديال كرة القدم النسوية بسبب ظروفها الصحية. معنا اليوم سناء مسودي، لاعبة المنتخب المغربي الوطني ونجمة فريق الجيش الملكي. نمشيو دابا باش نتلاقاو بها. دونك قدمي لينا شكون هي سناء مسودي. سناء مسودي جوز انترناسيونال وثلاث فرق. كنت دونك العام اللي فات في الفرقه اللي وصلت الفينال ديال الكان وتهلات الكاس العالم. بيان سور الحمد لله درنا بيل بريستاسيون وكنا parmi les équipes اللي غايت كاليفاو لا كوب دي موند. واخا ما كتبش نجيبو لا كوب، نخليو لا كوب في المغرب، مي الحمد لله درنا 100% باش نتكاليفيو لا كوب دي موند. كيفاش كان الجو بيناتكم اللعابات؟ فاميليال. كان التفاهم، كان انسجام، كانوا سي فري كيكونوا ديك لون بحال لي فامي هكا، مي سافا الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير. وهذا الجو مازال كاين دابا؟ بيان سور بيان سور. انتي كتواصلي بهم؟ ديما عندي الكونتاكت مع البنات. واش مستعدين؟ واش واجدين؟ اي واحد كيهز هذاك لي توني كيخص يكون بري، و سيرتو هما خصهم يكونوا بريت، وحنا ديما معاهم. كنظن انهم يقدروا يديروا شي حاجه في لاكوب ديالهم. انت مولفه كتربحي مع الجيش الملكي، وكنتي درتي واحد الهاتريك في الشامبيونز ليغ وربحتي الشامبيونز ليغ، كاس العرش والبطوله اكسيتيرا. دونك شنو هو السر باش ان شاء الله نربحوا فريق الجيش الملكي؟ كيف كتعرف فريق كبير، وهذوك البنات اللي عنده مساجمين دوبوي 14 ans je pense وكثر كاع، سي نورمال يكونوا هاد الالقاب هادو. بور لا شامبيونز ليغ ما كتبش نجيبوها في اول مشاركه لينا، ما كانتش اكسبيريونس اللي تعلمنا منها، و سي بور سا في لا ديزيام فوا خلينا لا كوب هنايا. ودابا اذا قلت لك واش مستعده باش تمشي لاستراليا وتشاركي مع البنات؟ بيان سور شو بريت 100%. واش عندك شي رساله للاصدقاء ديالك؟ بغيت نقول لهم بلي حنا ديما معاكم وحنا موراكم، كسسوا لو ريزولطا غادي نبقاو ديما معاكم، وحنا تيقين فيكم انكم غتفرحونا وتفرحوا المغاربه كاملين. سناء، واش بالك بان الفيفا دابا تقدر تلعب لعبوات الاطلس واللاعبات اللي يشاركوا في كاس العالم؟ هادي عارفه. واش فتي لعبتي براسك في الجامع؟ واش كتعرفي ستاتيستيك ديالك اللي عطاوك؟ قلتيها لي شحال؟ 71. 71 اكيد. دونك هذه هي هذه المفاجاه والهديه اللي بغيت نعطيك. بارك الله. دونك ستاتيستيك ديالك ونتمنوا بان هاد 71 ان شاء الله يكونوا شي 80 ولا 90 العام الجاي ان شاء الله. بيان سور غادي. هذه من جهه، وهذا هو البوني ديالي دونك بسميتي ورايه المغرب اللي كنستعمل كنعوم في القطب الشمالي والتحدي الدولي. ميرسي بوكو. الله ينورك. شكرا. بارك الله فيك. دونك انا من هنا نمشي لاستراليا باش نشجع اللعبوات. دونك نسلم عليهم من جهتك الميساج ديالي واصل لهم صافي ان شاء الله.